عايز ارجع معاك لنقطة تانية. في ابطال من ابطال مصر كتير جدا دلوقتي بيجنسوا بجنسيات اخرى، انت شايفة ان ده عشان هم مش لاقيين الدعم اللي محتاجينه، ولا في الموضوع صعب جوه مصر، ولا تعليقك ايه في الموضوع ده؟ والله انا مش مع الموضوع ده خالص. يعني انا حتى لو حصل ايه، لو مفيش دعم خالص، اكيد مش هروح افكر ان انا اخد جنسية تانية والعب لبلد تانية. بس طبعا ده اكيد راجع لان هما اتظلموا في حاجة، او ما كانتش كل حاجة متوفرة لهم كتدريب، تعليم، اي حاجة. فاكيد انا يعني انا لو اتحطيت مكانهم برضو مش هفكر ان انا هروح العب لبلد باسم بلد تانية. ممكن العب لنادي فترة معينة، لكن ما اروحش العب وارفع علم بلد تانية. بس هو البطل مش من حقه اللي هو يحلم اللي هو يلاقي الدعم واللي هو يبقى بطل ويلاقي كل الظروف اللي تتوفر له عشان يبقى بطل. ما هو لازم بقى يحاول. يعني الواحد المظلوم ده لازم يدور على حاجة ان هو يعني يعوض بيها او يوصل بيها للهدف بتاعه. اكيد كل واحد لازم يدور على حقه. يعني حقه ممكن لو هو مش جايله كده على طول لازم هو يدور عليه. ولو بقى وصل للآخر برضو أعتقد إن هو مش المفروض إن هو يغير جنسيته ويلعب باسم بلد تاني. طب لو انت